عاصمة الناس الكل. دونك غصتنا لليوم باش تكون الكراميل، باش نعملو طريقة ياسر مزيانة وياسر ابننا. فالكراميل نتاعنا خديتوني 250 غرام سكر، انا خديت السكر الابيض للناس الكل باش الناس الكل اللي ينجمو يجربوه. 250 غرام سكر، وهوني خديت 50 مليلتر دونك ماء، ماء عادي. نخليه هوني حتى يتبدل اللون ونرجع. هوني كيما تشوفوا هاكا قاعد يتبدل. عندي هوني كاس، حطيتوني كاس وهذايا البنسو، معناها فيه شويه ماء هكا، نحاول نمسح هكا من لي كوتي باش ما يقعدوش هكا لي بول الكعابر. فوالا حتى لين تبدل اللون كومبليتوم بشويه بشويه هكا. احسن حاجه نستعملو معناها كصغار خير من المقله. ونبداو توا نضيفو بشويه بشويه هذايا الكريم فريش ليكيد، هي 22 سنتيلتر. نضيفو بشويه ونردو بالنا ديما النار تكون واطيه. قلتلكم نضيفو بشويه وردو بالنا، بشويه بشويه النار تكون واطيه ونبداو نخلطو. قلتلكم نضيفو بشويه وردو بالنا، بشويه بشويه النار تكون واطيه ونبداو نخلطو بالسياسه باش نضيفو مغرفه كبيره زبده. ديما هكا النار واطيه، نضيفو رشه ملح حكايه 3 دقائق ونطفيه نتاعنا. مهم برشا نخليوه يبرد. هو الكراميل نتاعنا انا تعمدت خليته ليله كامله باش نوريهوكم بعد بنهار كيفاش. ها هو نتيجه روعه، تنجموا تستعملوه في اي نوع تسمحوني نتاع جاتو. ان شاء الله نشارك معاكم وصفات معناها على التيك توك بالكراميل في ميزون. ما تنساوش تشجعوني على قناتي على اليوتيوب كيتشن امال تونيزيان. شكرا لكم الناس الكل.